من جديد من عبر شاشة الام بي ان، بدي رحب فيكم مشاهدينا ورحب بكل شخص انضم لنا بهيدي الحلقة، وبسرنا وبشرفنا بهالحلقة تكون ضيفتي يلي خرشوم ابلين، مصورة مناسبات واطفال حادثي الولادة. اسمحوا لي رحب فيها. اهلا وسهلا يلي. حبيبتي اهلا تمام، وسهلا ايش فيكي. الحال؟ حبيبتي كله الحمد رواق؟ لله كله تمام. يعني انت قد ايه كيف؟ حلو عالم الاطفال، قد ايه حلو هيدي العلاقة الجميلة بين الاطفال مع بعضهم بالتصوير، قد ايش في اشياء بتضحك وقد ايه في اشياء كمان بتبكي. طبعا بمحلات كنا تحت الهواء عم نحكي، امرار الاهل بيكون عاطفتهم كتير زايده، بيكون في اسباب كمان رح صح نحكي فيها. سو كل هيدول بيجتمعوا بجلسه تصويريه إلها هيك كتير جمالها ونكهتها ايموشنال الخاصه. فعلا بالضبط. اول شيء بدي اقول لك يولي انه قبل ما نفوت بالصور ونشوف الافكار ونعطي هيك للمشاهدين كمان افكار للتصوير، اول شيء كيف بلشت بهالعالم الرائع؟ اول شيء اهلا وسهلا فيك، ثانك ميرسي يو. لاستضافتك. اهلا وسهلا. بالنسبه لتصوير النيو بورن، اطفال حديثي الولاده، انا لما صرت ام باول بيبي اخذت ابني وصورته برا، وانا اصلا اوريدي عندي هيدي الهوايه من زمان، كان عندي الكاميرا وكل شيء، وكنت كثير حب التصوير، بس ما كان عندي الجرأة اني انا احمل ولد ولفه وصوره مثل ما هلا دارج وعم بتشوفه صح بالصور. 100%. لما بلشت صوره لابني صرت كل فتره وفتره اقول طب انا بدي اجرب، خليني اجرب. طبعا انا بلشت صور رفقاتي اولاد رفقاتي وكل حدا بعرفه بيخلق جديد، انا قلت بدي اجرب حلو. وبدي بلش تصوير. بعدين حبلت بالبيبي الثاني، هيدي البيبي الثاني انا كنت مخطط على كل شيء ومحضره التمات وانا بدي صورها. طبعا صورتها وقطعت على خير اكيد. طبعا مرقت بشويه صعوبات بالنسبه انه انا كيف بدي رف البيبي وكيف عم بعمل هالريسك، وبلشت صح انا ببنتي اول شيء. بعدين قلت انا بدي اتعلمها، كثير حبيتها وكثير حلوه وكثير حساس الموضوع، طبعا فبلشت اخد على وركشوب بتركيا بدبي على الاونلاين بلبنان، وبلشت اتعلمها شوي شوي لحتى مارستها وصار عندي الاستوديو تبعي. طبعا يعني هون بلش الاقبال من قبل الناس، يمكن بعد ما شافوا الصور هون بالضبط تجربه شخصيه. بالضبط وحلو قلتي بالبدايه اصلا في هوايه التصوير، طبعا يعني العده اكيد كانت جاهزه بلا هواية ما ما فيك. في. بالضبط وحتى في شغله كثير قلتيها حلوه ومهمه، كيف نلف البيبي، يعني بالضبط. كمان احنا بنشوف الصوره خالصه بنشوف التم جاهز بس ما مجهز بتعرفي شو عم بيصير بنفكر برا هينا الكواليس. يعني. بالضبط قديش لفه البيبي بتاخذ وقت، قديش في دقه، نعرف بيبي بورن عم نحكي حديثين بالضبط. ولاده، انت بتكوني امه وهالقد بتكوني منتبهة وحريصة، كيف أكيد. انه لخبرك كفوتوغراف. شغلة، لخبرك شغلة، بالنسبة لتصوير نعم النيو بورن، النيو بورن لهم عمر معين، ما لازم نحن نتخطاه. اوكي. أو السايز فينا نقول كمان، نعم تصوير النيو بورن بيكون من عمر أسبوع لثلاث أسابيع، اوكي. ليش؟ لأنه بهيدا العمر بيكون البيبي عظمه طري. اوكي. والسكن بتكون كتير ناعمة، ما بتكون طلعت حساسية الحليب على وجهه، ما بيكون جلده عم بقشر، وبيكون كتير طري وهيك فلكسبل أكتر فينا نقول، بيتعج معك كيف ما أنت بدك. وطبعا نحن ما فينا كيف ما كان نلفه، يعني نحن ما نعرف إيدنا وين عم نحطها، لأنه بيبي يعني صغير ما طري بتعرفي طري بكل معنى أي الكلمة، هي حركة غلط الكلمة لا سمح الله بتعودي. فلا صح. لهيك بيكون في مثل ما بيقولوا خبرة وين تكمشي للبيبي. 100%. فهذا التصوير من عمر اسبوع لثلاث اسابيع. اوكي. ويفضل انه يكون البيبي مثلا قبل ما يجي على الاستوديو يكون شبعان، اكل كثير منيح، اخذ الناب تبعه. هلا يمكن تقلي المامي مثلا ما قدرت فيقه لياكل صح. لحتى اجيب، الا مش مشكل قبل ما نبلش لازم نطعميه، نغير له الكوش، يكون جاهز للسيشن. تصوير مثل ما قلت السيشن يعني ما بتكون سهلة قد أبدا. ايه وقت بتاخد السيشن؟ هلا طبعا كل تام بتختلف، كل كل ولد تام بيختلف بيختلف. هلا هو بشكل عام التام منه هالشي الصعب، نعم. يعني التام بيكون اوريدي محضر قبل ما يجي البيبي. اللي بياخد وقت هو البيبي، وكل بيبي غير التاني. صح. عندي بيبي بياخد نص ساعة، عندي بيبي بياخد ساعتين أو مرة ثلاثة. مثلا أوقات بيكون البيبي ترن ما عم يتحمل خلص. مثلا انه بده يتصور، او ما عم يتحمل انه هو بده ينحمل او ينلف مثلا تضبي له ايديه، ما بي في بيبي ما بده مثلا. اكيد انا مش انه على مزاجه للبيبي، بس الفكره بيكون البيبي متضايق ما يعني بده. كمان ما حد صوريه وهو غشين بكي يعني، اكيد فبدك بده تضلك انطر تراعي الظروف. لا يروق نعم بدي انطر لا يروق على الاخر،
وبتقطع شي مرة يعني. هيك طلعت قصص عفوية يعني؟ بعدك انت بتكوني اكيد مخططة لتام أكيد مخططة، فعم بتخيل المشهد. انا قلت لي ما بده يضب ايديه، ممكن تصوريه بعفويته تطلع اللقطة كتير حلوة، يعني دايما جاهزة لتلقطيه اون سبوت. أكيد شي مرة شايفة هلا إذا بتشوفي إذا بيقطعوا الصور بيبي عمره 6 أيام غشيان من الضحك. شو حلو إيه هيدي هيدي أشياء اللقطة. عفوية كمان. في كمان قصص عفوية مثلا بيبي بحط لي إيده تحت دينته دينتو مهضومين هو مثل كأنه هو أخذ وضعية الناب صح تبعه. في كتير قصص عفوية حلوة، طبعا. والحل والسيشن بتكون كتير عاطفية. يعني في احلى من هيدا الصوره اللي عم شوفها على إيه الهواء؟ كتير يعني حلوة، بدي ارجع اكد، حتى لو واحد مش ابنه او بنته بتحسي انت وبشغفك عم كأنه بتصوري، يقول لي ابني أو بنتي. اكزاكتلي، يعني بتحسي في كتير حياه، في كتير عاطفه بهالصوره، في كتير هيك بالضبط. ما بعرف كيف تتحملي اصلا تكملي لا أنا التصوير. أصلا لو ما بحب الأولاد ما اكزاكت بقدر فوت بهيدي المجال، 100%، بعدين مين ما بحب الأولاد؟ ابدا. صح أكيد صح ففي متعه في هيك تحضير ما قبل. أكيد نعم. بنحضر نحن قبل ما يجوا الكلاينتس لعنا. وغير إنه نحكي عن النيو بورن، للتودلر، تودلر طيب. عالم تاني صح. يعني مثل البيرث داي، مثل الفيرست توث، مثل الهالف يير، هدول كمان لهم متعبين أكثر من صح النيو بورن. طبعا. يعني هن متعبين مش جسديا، متعبين لحتى إنه أنت هو يتقبل. يقعد، عرفتي؟ صح. بدك البيبي يقعد، دائما بدنا ناخذ وضعية الضحك، نغني، نرقص، نمثل، نعمل تعملوا كثير أجواء. قصص. إيه بس هيدي اللقطة كتير مهضومة، طيب التام هاي بتحضر بس عفوية. هي عم إيه. تضحك. ايه هاي صح عفوية طبعا، اكيد هون هي نص نايمة، طبعا بس انه بابا بيقولوا انه الملايكة عم بحدسوها. اكزاكتلي ايه هيدا هيدا اللي عم الصح. بيصير معها. حلو عم بتقولي حكي حلو، يعني اليوم البيبي بورن بضلك فيك تسيطري شوي عليهم بطريقه غفلان، تقدر انت تعطي البوز اللي بدك اياه، بس الاكبر شوي بصير هو حرك يمكن. صعب هون شو بصير بتعملي؟ هون شغلتك على الارض. بالضبط. هلا اذا كان البيبي اجى على الوقت نعم. المناسب، يعني مثل ما انا حددت من اسبوع لثلاث اسابيع، نعم. يمكن يكون سايزه اكثر من مثلا من 4 كيلو تمام. او 5 كيلو، هذا البيبي وممكن يكون عمره 3 اسابيع، هذا البيبي حيعذبني. عرفتي كيف؟ حيعذبني من اي ناحيه؟ من ناحيه انه هو ما حيرضى لا يتقمط ولا انه يسكت، بالضبط. لانه بيكون اسم الله السايز تبعه كبير. فالمفروض انه نحن من اسبوع 3 اسابيع يكون السايز من 3 من كيلو ل 3 كيلو تقريبا، اوكي. هيدا الوزن المثالي لحتى نصور البيبي، وما بيعذب البيبي وما بيعطيني ولا ردة فعل، يعني انت بتتصرفي فيه كأنه لعبة. لعبة 100%، وهي الصورة بالضبط قطعت أصلا 100%، كأنه كأنه لعبة لعبة نيمتيها وملبستيها بالضبط. هيدي مثلا الصورة اللي مرقت قبل نعم بشهر رمضان، نعم حتى حبينا نعمل تم الخليجي. خليجي حلو، بالضبط ودايما بتطلعي بافكار جديده، يعني بعرف هيدا ضمان، او خليني اقول هيدا شغله منا هينه، يعني كل يوم بدك صح تعطي افكار. نحن بعصر الصوره وعصر بالضبط التصوير، يعني اليوم كلنا معنا تليفوناتنا، كلنا قادرين نعمل هيدا الفن بمكان ما، بالضبط بس في اليوم شغلتك صح. فقدرت تشتغلي على حالك هيك. نحن تقريبا كل يوم كل يوم في عنا تمات جديدة بنحضر، بنضلنا عم نفتش اون سوشيال ميديا، اون مواقع اللي فيها الافكار. طبعا ممكن نستعين باشياء نحن نركبها. ممكن انت وقاعده فجأة مثلا هلا انا وعندك بالاستديو طلع معي التام، هلا بدي اروح نفذه، حلو. يعني هيك بصير يطلع معك افكار الوان وانت بتصيري تنسقيها مع بالضبط. بعضها. وطبعا انا بس بدي اعمل تام لبيبي بتطلع اول شيء على بشرته، اذا بلبق له دغري بنفذه، صح. وتنفيذ التام ما بده كتير وقت مني اذا الغرض موجوده. موجودين بالضبط. ودايما بالشوروم موجود عندك مكان خاص، ولا كمان ممكن تكوني انت متواجده ببيت انا البيبيز؟ بالضبط هلك انا اول ما بلشت هيدا نسيت خبرها، انا كانت سيارتي هي الاستوديو، انا كنت بطلع هوم سيشن. حلو. انا قبل ما يكون عندي الاستوديو باول بداياتي كنت انا اطلع هوم سيشن، ريح المدام، بخليها تتحرك، وانا اهتم بكل شيء بالنسبه تفاصيل. للبيبي، حلو. غير ما انه هلا المدام تجي لعندي هي والبيبي. هلا اكيد هن حسب رياحتهم، بس طبعا يعني طبعا بعده قائم هيدا المشروع، بعده ممكن اكيد اذا قائم حدا بحب انت تكون طبعا عندهم كما في مشكلة. اكيد. نحن من اول لبنان حلو لاخر طلعنا حلو، من طرابلس لجنوب، هيدا يعني هو الشغف، هاي الصعوبات، هي تحديتي كل شيء. هاي هي الصعوبات. حتى بظل ازمه البنزين نعم كنت انا اطلع لبي، حاضرة يعني دايما. حلو طبعا هيدا التصوير كتير حلو وكتير دارج هلا، طبعا وهيدي بتخليها ميموري حلوه، صح. يعني لما يكبروا اولادك يتفرجوا احلى على صور ذكرى قد ايه بينبسطوا فيهم، طبعا، قد ايه بحبوكي، يعني وي ميك ميموريز. قد ايه بحبوكي بيقولوا طبعا ثانك يو عن اكيد جد انه كان في حدا على قد يصورنا، وثقنا يعني هيدي اللحظات كلها بالضبط اكيد. 100%. حتى لما يخلق البيبي نحن اوقات بنطلع
على المستشفى منوثق لها للمامي من اول كل اللحظات ما تفوت لاخر ما تظهر هي والبيبي. هذا مثلا الفيديو او الصوره اللي لما تشوفها قد ايه حتنبسط. بالضبط، لانه هي اصلا حتكون اوفرويلد، حتكون بمكان ثاني، انت عم تفكر كل شيء، وهيدي احلى ميموري بحياتها بتكون. حلو، يعني في افكار دائما هيك لنقول للمشاهدين انه نحن عم نفرجي باستوديو التصوير، بس في دائما فلكسبل، انت يعني أكيد. بتطلعي بتروحي أكيد. وين المناسبات، وين المكان اللي بحبوا يتصوروا فيه. بالضبط، اكيد. خلينا نشوف بعد من الصور كمان هيك وناخذ افكار، وبرجع باكد باخر الفقره حنحط السوشيال ميديا الانستغرام الخاص فيك يولي بيقدروا يشوفوا كثير اكيد أفكار. في كثير يعني قصص حلوه. لقينا كم صوره هون خبرينا ليكي شو مهضومه هون البيبي. هلا انا ما كثير عملت عليها جهد لانه هي كانت كثير غارقه بالنوم، يعني عم تتحرك بشكل ما عم تتحرك ابدا، فانا خليت هيدي شعور الملايك نايم فيها. يعني امرار ايه ما بتعملي يعني هيك لا ما بعمل مضاعف ايه لا بترك البيبي على ريحته، اصلا اذا تركتيه على ريحته كمان بيطلع احلى طبعا. هدول البيبي كثير بعمر صغير اسبوع او 10 ايام فينا نقول شو مهضوم، ودايما بيتغير اوتفيت بيتغير. قد ايه بتاخذي وبتعطي بالافكار؟ يعني بعرف بدي ارجع اكد نحن بعصر الصوره بعصر السوشيال ميديا، امرار الاهل بحبوا هن يعطوك الافكار، ما في عندي اي مشكله بننسق انا وياهم الفكره كمان. إيه لا ما في اي مشكله اذا هن عندهم فكره جديده حابين يجوا فيها لعندي او شايفينها برا حابين ينفذوها، انا ما عندي اي مشكله. وطبعا انا بعطيهم اراء تانية يعني، وعلى اساسها نحن بننفذ. بالضبط، هون عم نشوف شو مهضومه يعني هيك لحالها بتحكي، وامرار الاكسسوارز اللي بتشتغل عليها طبعاً هو أكيد. جماله للبيبي بحاله، يعني هون في احلى منها مهضومه. لك هي مهضومه عم تضحك. طب هي عفويه مثلا طبعا طبعا بتعرفي هو البيبي لحاله جماله لحاله بيحكي، يعني امرار لبستي شيء منك عامله جهد بيطلع لحاله صورته عم تحكي، بس الاكسسوارز بيلعبوا دور كثير كبير. اكيد لولا الاكسسوارز يمكن ما بتعطي هالقد جماليه طبعاً. الصوره بالنسبه للبيبي شو عم يعمل، مثلا انا اذا بدك بيقطع معك صور بيبي عم يلعب بوكسينج بيبي عم يلعب بيسبول بيبي عم يشرب قهوه، هيدول كلهم لقطات هيك مهضومة. لقطات ايه، بيبي راكب على الجمل بيبي نايم بالفضاء، كثير بيطلع لك بقصص حلوه يعني. وشخصيته صح انه طفل وبيبي بورن، بس بتحسي كل بيبي له هيك له رهشته، عنده رهشته وفكرته جاي خالصه معه. بالضبط، فبيساعدك هيك امور أكيد. هون كمان قد ايه مهضومه، يعني هيك عم نشوف قد ايه نايمه عن جد بالنايمة. لروح شوي للمشاعر بعتقد رح تقطع معنا الصورة، وعلى كل الأحوال إذا ما قطعت بتروح على السوشيال ميديا بيقدروا يتابعوا. مش مشكلة أكيد. تعرفي دايما في هالمشاعر، يعني ذكرت أنا بالبداية في كتير مشاعر الفرح والضحك، وأمرار بيخشوا ضحك الأهل. بالزبط. يمكن أنت بتضطر تقولي لهم أنه بدنا نروق لحتى نكمل. بالزبط. بس أمرار لحاله الموقف بيضحك حتى ليكي وأمرار بكي، يعني اليوم بكي كتير. الصورة اللي عم بقصدها بعرف في ناس بيعانوا بدهم يعملوا اي في اف بعد 8 سنين 15 سنة، لاجا هيدا البيبي ويقول لي صوري. هون عم شوف هيدا كمان العاطفة جميلة جدا، فاميلي فوتو فاميلي فوتو. وشفت اكتر من صورة هيك بالاي في اف، حتى الأبر اللي اخدتها بالضبط قديه هيدا التام لحاله. انا كل مشاعره كتيرة، انا كل ولد بيجي لعندي اي في اف اول شغله بأثر فيه كثير. صحيح بأثر فيه كثير، يعني قديش الام تعذبت لحتى الله طعم البيبي. نعم. ف بطلب انا منها تجيب مع هدول الابر وتحافظ عليهم لتجيبهم معه ونعمل لها فيهم صور مثل ما شفتي بهيدي الصوره الموجوده. قديش هيك حساسه هالصوره، بعد في اكثر منهم هدول الابر. فبنشكر الله ونعمته، يعني انه الله عم عطاها عطاها وفرحنا لها قلبها بهالصوره الحلوه لحتى تتذكر كل ابره اخذتها وتوجعتها هي ريدتها طبعا 100%. ما بتحسيها اصلا بحس يعني، لا بالعكس هي كثير براود بهذا الموضوع طبعا، وهيدي وثقنا له كمان. اكيد شو أكيد. صار لانت جيت عن جد فعلا الله يخلي اولاد كل العالم فعلا. لو ما حدا بحب بالولاد يلي بعتقد ما بيقدر يعطي هالقد. اكيد. وبعدك عم بتقولي يعني بده طول تبال الموضوع، ساعه ممكن بساعتين ممكن ثلاث ساعات على مزاج البيبي، نحن قاعدين كرماله ناطرينه. بالضبط، خلينا نتابع بالصور ولنشوف هيك اكثر افكار. وبعرف كل مناسبه هي لحالها بتثبت حالها، هاي البيرثدي عمرها السنه عم نشوف
هون حلو العمر، هون التفاعل بس بعقد هون عم تضحك مبسوطة، هي عم تخليك تاخذ لقطاتك وتغني. صح، هون البريجننت كمان هيدي المرحلة شو حلوة، ومن بعدها بنرجع بنعمل بالضبط البريجننت، يعني كمان حلو هون تعطي وقت لحالها طبعا اكيد مهضوم ملعب بيسبول يعني هيك الحركات اللقطات الاكسبريشنز. وبنرجع بنأكد لكن بيتواصلوا معك قبل بوقت حتى نحضر البيبي مثل قبل الدي ديت بالضبط، هون كمان هاي بالمذر داي فيري نايس. يعني قديش في لحظة ايموشنال بينه وبين ابنه، بين ابنه صح، وحتى كلها كلوك كله على بعض والباك جراوند مع مع الدريس. حلو. ايه. رمضان هاي بشهر رمضان صح، شو مهضوم ويقعد هيك قعدة، يعني هون كمان قديه الولد بيكون هني حمل المسبح بالضبط بيكون هني، وقديه في امرار مشاكس صح هون القصة. تمام، قديه الاهل بيوصلوا روحوا لعندك يقول لي بعد ما يشوفوا ابنهم بيعرفوه بيكون كتير حرك كتير مشاغب بينصدموا، ما بعرف شو عملتي خبرينا شو عملتي بالضبط. هيدي كتير بسمعها بكل سيشن انه شو صار لحتى قعد سكت معك البيبي. هلا انا اللفات اللي بلفها بشكل عام هي صحية أصلا، هيدي وضعية البيبي ببطن أمه كان عرفتي، فلا هيك بيكون هو معود علي من البيبي ومرتاح صح. وطبعا أنت باللفة أنا برفع الإجرين بصيروا على صدره تقريبا، فلا هيك البيبي بيروح كل شيء مغص كان وبيرتاح وبينام أكثر فبيسكت 100%. بالمية بالمية البي بيستغربوا شو صار شو عملتي له كيف نام علمينا بليز الطريقة، بقول لهم أكيد ما تنفذوا اللي أنا عم بعمله بالبيت، مش مين ما كان في يقدر يلفه. أكيد أكيد، هون بدي أرجع لفكرتك وللكلام اللي حكيتيه بالأساس يلي أنه صح في شغف بالتصوير، في موهبة، في حب لهيدا المجال، هون الإخوة مع بعضهم كتير حلو هيدا الكلام، بس كمان في تكنيك في درس يعني ودورات تدريبية وهالتفاصيل كتير مهضومة هون خبرينا. بالنسبة للبنت وخيا أنا ليه حطيتهم بهالوضعية، البنت عمرها 2.5 تقريبا ما فيني أنا أعطي ريسك وحملها البيبي صح. بهيدا العمر منه كتير راكز طبعا. فأنا بتبع هيدا الوضعية ليتصوروا مع بعض، بيكونوا طبعا نايمين على شيء مسطح سفنش وبيكون هاي الوضعية المناسبة لتصوير السيبلينجز مع بعض بالضبط. كتير حلو هون كمان نأكد يعني قديش بيكون في سيفتي بالصورة، سيفتي في أمان، والأولاد قد ايه بتيجي لعندك. هلا ذكرتيني هيدي فكره لحالها، قد ايه بيجي لعندك ام بتكون تقلقك يعني مثلا تبهي وما يوقع وما تعمل كمان بتعملي جوله للاهل. هلا انا الحمد لله بفضل الله يعني انا بيجوا لعندي واثقين مني طبعا. فما في هيدا الخوف، بس ما بيحصل الامر انه تجي بنت او بي مثلا بي اكثر، الاميات عارفين يعني مثلي مثلهم وما حيخافوا مني لانه انا مثلهم يعني هن واثقين، بس البيات ما بيعرفوا هيك طبعا. الاباء يعني صح. صح. بليز انتبه راسه ايده اجره مسيو ما في شيء بيخوف ما تخاف، ما انا كمان ام وهي شغلتي وانا عامله دورات ومعلمه واخدي اكسبيرينس كثير قويه بهذا الموضوع اكيد. وبعدين البيبي انا بعتبره مثل ابني او بنتي يعني اي انتبهتي له بشغله غلط يعني انا حنوه لقبلك اصلا طبعا. هيدا الموضوع حلو، انا حبيت اسال هالسؤال لاكد اول شيء على الامان انه ما تخافوا كل شيء سيفتي، واكبر دليل هلا البيبي يعني كان فيك انت تحمليها اياه وبهاللقطه السريعه تكوني اخذت الصوره وما بتفوتي ما باخذ هيدا الريسك ما تنام مضطره انه يصير له شيء بالضبط. ركزتي على موضوع التدريب، اخذتي دورات تدريبيه كرمال تكوني هالقد دقيقه ومنتبهه ومنها مسحه يعني هيدا بالنهايه في اولاد روح وروح موجوده بين ايديك. وهون عم ناكد اكثر البيبي بورن يعني شوي الاكبر يضلوا مزبوطين، بس بيبي بورن دقيقه عم تعملي دورات تدريبيه أكيد. عم تدربي صبايا أكيد. وهي خبرينا صار في عندي اكثر من 6 طلاب تقريبا صار عندهم الاستوديو تبعهم، وهيدول الطلاب خضعوا ل تدريبات كتير مكثفة للنيو بورن، كيف يلفوا النيو بورن، كيف يصوروا، كيف يزبطوا اللايتينج، وطبعا أنا بالإنستغرام تبعي محطوط كل الديتيلز لأي حدا بهمه. والتدريبات منا صعبة يعني هو الصعب بس إنه لما يوصل البيبي على إيدك كأول لفة بدك تلفيها للبيبي أكيد الواحد بيتلبك بس إنه ما يخاف شعور كتير حلو، مصلحة كتير حلوة وكتير بتستمتعي أنت وعم تشتغليها يعني أوكي بتصورك خلال
النهار كله، بتوصلي على بيتك بتقولي ما عليه ضحكه ولد بالدنيا. صح وضحكه اهل بالدنيا صح. يعني بالنهايه هي الصوره مثل ما قلتي فيها فكره حلوه، وللاهل بيكونوا مبسوطين اكثر من الولد. طبعا اكيد يعني. فعلا قديش الام بتكون محمسه انه يلا بليز بعتي لنا الصور. صح. يلا بعد ما بياخذ وقت على سيره هيدا الموضوع. يعني اليوم عملنا هيدا الفوتو سيشن، ان كان اخذت نص ساعه ولا اخذت 3 ساعات، انت بتسلميهم كل شيء بعد اسبوع؟ كل شيء بيتسلم من عمل فوتوشوب، من فوتوشوب واديتنج حسب وبرينتنج حسب قديش شو بدهم الاهل. ممكن يكون بس بدهم اديتنج، يمكن يكون بس بدهم برينتد، عرفتي؟ تمام. وعندك كل الاكسسوارز، يعني عندك كل شيء موجود عندك فروم اي تو زي، او كمان اذا هن بحبوا يجيبوا الغراض تعولهم. ما عندك مشكله بالنسبه لهذا الموضوع؟ انا ما بقبل ولا غرض ينجاب على الاستوديو. نحن كل شيء من عندنا. انا عم امن لكم احلى الاكسسوارز لصوركم فيها مع اولادكم، لانه هلا اكيد انا ما عندي مشكله، بس الفكره انه ليش ما بدي اياكم تجيبوا؟ لانه انا بكون مجهزه كل تماتي على حسب انا شو ملبقه. يعني اوقات بيجيني كثير كروشيات وصوف، بليز تيتا حكت لي اياها بدي اعملها، امي عملت لي اياها بدي صور البيبي فيه، اوكي بقطع لها اياها بقطع لها اياها بس بغير تم معين. يعني بغير التم اللي بيكون مخصص للنيو بورن. يعني فبدي احكوك قبل بوقت، يعني اليوم كمان في تام يختلف عن الاخر، يمكن امرار في اشياء انت منا متواجده بلحظتها عندك. سو قد ايه وقت لازم يحجزوا ويخبروك لتحضري لهم كل شيء فروم اي تو زي؟ الحجز بده يصير لما يتحدد الدو ديت. هلا اذا الدو ديت مش محدد، يعني مو تاريخ الولادة، بس تولد دغري تحكيني. أوكي. لأنه أنا دغري بدي أحجز كرمال البيبي ما يقطع 3 أسابيع. طبعا. أو وزنه ما يزيد عن 4 كيلو مثلا أو 3 كيلو حسب قديش بيخلق البيبي. في إلى في إلى هي حسب قواعد. أول ما يخلق البيبي أنا لازم أعرف وزنه. صح. وقد عمره 100% بالضبط. يعني تعرفي كل تفاصيله وبنعرف هون، يعني كل ولد بيختلف شو بدي أعمله بالضبط. بتعرفي كل شيء بدك. شو أحلى بعد معي دقيقتين بهالدقيقتين هيك لأختمها معك، شو أحلى موقف صار إن كان مع الأهل مع الأولاد أون سيت أو أحلى موقف صار معي؟ لما يجي لعندي ام وبي مش عاملين اي في اف، يكونوا جايبين معهم بيبي صورهم انا بريجنسي، ويجوا لعندي معهم البيبي. سوري كان صار لهم زمان، يعني يكونوا قد ايه تاثرتي ليكي عن جد قد ايه الواحد ابرار بعيشها. 15 سنة فينا نقول. واو. 8 سنين فينا نقول. قطعوا هيدي المرحلة وهن عم بخبروني. ايه وهن عم بخبروني. نعم. فكتير تتأثري مين من هيدا اللي بدي اوصل له الا ما خليتك تتأثري الحلقه. اكبر دليل لوصل للناس، انا بعرفك يولي شخصيا مكان حساس كثير. اكزاكتلي شخص بحب هيدا المجال، بحب هيدا العالم. حتى كنت زميلتنا هون اكيد صح الكنترول روم بالسي جي سي جي، فيعني في هيدي في روح الكاميرا روح الكاميرا والتصوير. فبعرف هويتك وبعرف المشاعر اللي بتصير صح. على الارض. يعني اليوم صح. في اهل بيبكوا، في اهل بيضحكوا، والبكي انت ممكن ما انت من هي انسان بتحسي فيها. سو بدي اكد على كلامك، الله ما يحرم لحدا. اكيد ان شاء الله ربنا بيطعم الكل. امين يا رب. وما في اجمل منا عن جد انه مثل ما قلتي يجوا بهالفتره البريجننسي تكون ناطره هيدا الطفل، فجاه يجي هيدا بين البيبي وتكوني عم بتصوري. اكيد احلى نعم. شعور هيدا، وان شاء الله الله ما يحرمهم لحدا ابدا، لانه صدقيني كثير صعبه. صح. وان شاء الله بنكمل بهيدا الطريق والافكار كثيره موجوده، بس انتم عليكم دقوا ليلي واتركوا الباقي على الاخيره لك يلي بختام لقائنا لليوم. واكيد هون بدي اكد انه الانستغرام الخاص فيكي رح يقطع على اسفل الشاشه، بيقدروا الناس يفوتوا ويشوفوا كل الصور. اكيد ويتواصلوا معك. كلمة أخيرة لإلك. كلمة أخيرة، أنا بحب أوجه رسالة كتير صغيرة. نعم. إنه أبداً البيبي بس بده يجي يتصور، ما تعتلهم، ما تخافوا من أي شيء. بالنهاية نحن عم نترك بصمة حلوة. صح. ذكرى حلوة لإلكم أنتوا بتنبسطوا فيها، وولادكم بس يشوفوا الصور بينبسطوا فيها. وأنا جاهزة لأي شيء بحبوا يسألوه يحكوه، موجود الانستا تبعي. وأنا انبسطت كتير فيك باستضافتك لإلي وبالشاشة الأم بي أن، وميرسي كثير. اهلا وسهلا، شرفتي وشكرا لك ولحضورك، وبتمنى لك كل التوفيق ودائما هيك الافكار الحلوه، وتضلك هيك مزينه حياه هالكابلز عن جد باجمل شيء ربنا بيعطيه للانسان. أكيد. شكرا لك وشكرا لحضورك. مرسي. حضورك معنا يولي خرشوم قبلان مصوره مناسبات واطفال حادثي الولاده. شكرا يولي. مشاهدينا لهم نكون وصلنا لختام حلقتنا من جديد لليوم. انا بدي اشكركم لحسن المتابعه والى اللقاء.